من جديد بنحييكم مشاهدينا ودايما لمتابعة هالحلقة من مباشر الساعة 5. مثل بداية هالحلقة كنت ذكرت أنه قاسمة الحلقة لقسمين، من بعد ما تناولنا الهموم الاقتصادية وإلى أين نحن ذاهبون بظل هالأزمة المستمرة منذ فترة ليست بقصيرة. أيضا أزمة تانية هي عم بتواجه اللبنانيين نتيجة الجائحة العالمية، جائحة كورونا، وأثرت أولا بشكل كتير كبير على القطاع التعليمي وعلى الطلاب، لا سيما طلاب الجامعات اللي هن بحاجة ليكون في هيك تواصل مباشر إن كان مع الجامعة مع الأساتذة مع بعضهم البعض، وصار التعلم عن بعد. هيدا الشيء أودى ببعض الجامعات للتفكير ماليا بطريقة للتخفيف من وطأة هذا الموضوع على تلميذتهم، ومنهم الجامعة الأنطونية. وعن هالموضوع بصرني أنه استضيف جوسلين صعب، وهي منسقة مكتب شؤون التنمية البشرية المتكاملة بالجامعة الأنطونية. أهلا وسهلا فيك جوسلين، مساء الخير. يعني هالتنمية موجودة بالجامعة من سنوات، قررتوا تفعلوها أكثر تماشيا مع الظرف الطارئ الناتج عن جائحة كورونا واللي حتمت التعلم عن بعد، واهتميتوا أكثر شيء بالشق النفسي للطلاب. خبرينا عن هالورشة العمل اللي هي موزعة على 8 ميادين، رح نحكي يمكن عن الأساسية فيها قد ما يتاح لنا الوقت. أوكي، أول شيء مرسلة استضافتك ولتدويتك على هيدا الموضوع اللي مثل ما قلت هو موضوع كتير عم نواجهه هلأ مع تلاميذنا، خصوصا من وراء النقلة أونلاين. هلأ نحن رسالتنا بالجامعة الأنطونية إنه نحن نعزز الصحة النفسية تبع تلاميذنا. من أول ما استلم الرئاسة بير ميشيل الجلخ من 3 سنين، وجهه تحية أكيد بير ميشيل، يعني القيم على هالجامعة ورئيسة الجامعة، وأضاف لصورة الجامعة صح. بشكل كتير كبير أكيد صح. مش موجود بلبنان هلأ، بس نوجه لك تحية من لبنان إلى روما. وهو بير ميشيل عنده كتير تركيز كبير على صحة الطلاب، وكتير بيهتم بطلاب وبمطالب الطلاب. ومن وراء هذه الرسالة ومن وراء اهتمامه لبير ميشيل، تأسس من 3 سنين مكتب شؤون التنمية البشرية المتكاملة بالجامعة الأنطونية، وبيترأسها بير جان العالم. بير جان العالم هو أخصائي علم نفس وتربية وليدرشيب، يعني من كل الميلات من كل النواحي صح. البشرية صح. وهو البشرية. درس بكندا، وأكيد نحن عم نستفيد من خبرته اللي أخذها ب10 سنين من كندا لنجرب نترجمها لطلابنا بأكبر طريقة ممكنة. كيف؟ هلأ نحن بهيدا الفيس ريكتورا أو بهيدا مكتب الشؤون، نحن الأوبجكتف تبعنا نساعد الطلاب يكونوا مرتاحين يعني نفسياً صح. هدفنا الصحة النفسية تبع طلابنا وراحتهم النفسية، فنحن منعطيهم خدمات ومنعطيهم ورش عمل لنساعدهم يكونوا مرتاحين، وكرمال هن ينموا حالهم وينموا قدراتهم ليقدروا يواجهوا كل المصاعب المعقول يواجهوها بحياتهم اليومية، إن كان أكاديميا ولا مهنيا، بطريقة بوزيتيف وبطريقة واقعية. نحن والأوير إنه تلاميذنا عم يقطعوا بكتير ستريس، يعني أنتوا واعيين على أكيد خطورة. نحن واعيين على هالخطورة، نحن منعرف إنه تلاميذ الجامعية بالحياة العادية بيواجهوا ستريس نقلة المدرسة للجامعة. أول شيء صح، أول شيء ستريس الدرس، البروجيات، طريقة التغيير اللي عم بيواجهوها بالعلم، يمكن هن يضطروا يتركوا بيت يروحوا على دور، سو يصيروا اندبندنت، يبطلوا مقلقين بوقت كانوا الاهل 100%. يمكن يضطروا يشتغلوا ليقدروا يساعدوا اهلهم ماديا يدفعوا قسطهم. ديجا الطالب عم بيواجه كل هو كيف مع ازمه اقتصاديه وكيف مع كورونا، يعني كل هالتغييرات والدرس يعني أونلاين. في طلاب ما تعرفوا على الاساتذه 100%، يعني هي الكونتاكت المباشر مهم. أكيد أكيد، هو الكونتاكت المباشر بيترك كتير فيرست امبريشن، وبيخليهم هن يتعرفوا على الأستاذ والأستاذ يتعرف عليهم، وهيدا الشيء منه كتير موجود بقى بالأونلاين، فهيدا كله بيزيد على الطالب. لهيك نحن موجودين لنساعدهم هن يكونوا مرتاحين نفسيا أكتر، لأن إذا هن ما كانوا مرتاحين هيدا الشيء رح يأثر سلبا على حياتهم وعلى نتائجهم. ومثل ما قلت لك نحن اهتمامنا الطالب، يعني نحن من our priorities الطلاب. So, نحن يعني المكون البشري قبل النتيجة العلمية، يعني إذا طالب بيكملوا بعض أكيد، بس أنه
ما يكون أولوية أنه نجيبوا لنا نتيجة حتى لو كنتم مدمرين نفسيا. أكيد لا، يعني أكيد هذا طبيعي. 100%. بس الحل كان كمان افتراضي، تنكون واضحين. صح. يعني صح. هالوركشوبس أو هالورش العمل عم بتكون online. افتراضيا. صح. عبر منصات خلقتها الجامعة لتتواصل مع الطلاب. مزبوط. اختيارية أم ضمن نظام التدريس لازم يكون عندهم عدد من ورش العمل عاملين أو كيف؟ لا، هلا هي حسب الفاكولتي. في فاكولتيز بيتطلبوا حسب الاختصاص والكليات. في كليات بيتطلبوا انه يعملوا وركشوبس عدد معين، وفي كليات لا. هيدا كله بيرجع كمان لحاجه الطالب، هو على اي سايد بده ينمي حاله، هو وين حاجته، وين عنده نقص، وين عايز سبور تيكون نفسيا مرتاح، يعني اكثر دعم باي. صح. مضمار او ميدان. خلينا نبلش باول ورشه عمل بنشوفها هلا، إذا بدنا نقول إعلان عنا وكيف وزعتوها على البريد الإلكتروني لكل طالب ليختار أي ميدان بحب يفوت فيه. صح، لأن إحنا منساعدهم على 8 ميادين مختلفة. هون كيف أغذي حياتي الروحية، يعني الميدان الروحي. مزبوط. كيف فسري لنا أكثر؟ أوكي. يعني ديني أكثر ولا مش ضروري؟ لا، هي لأنه في تعددية روحانية. مزبوط. ونحن معروفين بالجامعة الأنطونية بالدايفيرسيتي، بالتلاميذ، إذا في تعددية بالتلاميذ ونحن منفتخر بهالشي، وأكيد ما نجرب نطال أكبر عدد تلاميذ ممكن. هلأ سبيريتشواليتي أو الروحانية هي واحدة من السكيلز اللي نحن منهتم فيها بهيدا المكتب. أول تام أو التام تبع كل هيدا السيريز اللي رح تمتد على سنة كاملة هي How to enhance your spiritual health، أو كيف غذي حياتي الروحية. هلأ في دراسات من 10 سنين لهلأ أثبتت أنه الشخص علاقته مع الترانسندنت أو مع الله اللي هو بيؤمن فيه بتأثر عليه وعلى تصرفاته مع الآخر. يعني نوعية حياتك الروحية اللي عندك إياها أنت لح تترجم عليك على أدائك، على تصرفاتك مع الآخر، وعلى طريقة تأقلمك مع مجتمعك. يعني هون إذا فينا نقول عم بتبسطوا صعوبة البعد. مزبوط. بتقريب الأفراد. مزبوط. من بعضهم من خلال هيدي الورشة. صح. نحن كمان أول تام هو New You، How to reconnect your spirit، يعني أنت كيف ترجع تتواصل مع روحانيتك كرمال أنت تلاقي سلام داخلي اللي بيترجم positively أو بطريقة إيجابية على صحتك النفسية، اللي بنفس الوقت بتترجم على كل شيء بتعملي بحياتك. منروح على تاني يعني ورشة عمل رياضية. نعم. Sports and well-being. مزبوط. هون عم بتركزوا على الصحة الجسدية. الصحة الجسدية 100%. نحن بالجامعة الأنطونية معروفين أنه عنا leading faculty of sports sciences بلبنان، ونحن إن كان بالمنهج المتطور واللي بيضل يتطور عنا من collaborations اللي عنا إياهن national وinternational، بالprofessionals اللي عنا إياهن والإخصائية اللي عنا إياهن، فأكيد نحن ما بدنا هالمختصين يكونوا ليمتد على الفاكولتي دو سبور، قررنا يكونوا لكل الطلاب. يعني حتى لو كان طالب هندسي. أكيد. أكيد. بيقدر يشارك بهيدي الورش. نحن كل الورشات تبعنا مفتوحين لكل طلاب الجامعة الأنطونية بكل اختصاصاتها وبالثلاث فروع. هون إيجابية الأونلاين. أي بس هون بدي روح لأبعد من هيك، محصورة بالطلاب فقط. يعني ما في امكانيات من خارج الجامعه يقدر يستفيدوا، ولا هلا عم تفكروا بهذا المشروع؟ لحديت هلا للطلاب وللموظفين. أوكي. وان شاء الله وقت نرجع نعمل الفيرسيون الثانيه من منتل هيلث ويلنس وركشوب نيكست يير اكيد بتكون اوبن للكل. وان شاء الله هول اذا لقينا اقبال كثير كبير نحن يكونوا اوبن للكل، يعني اكيد هذا الشيء فينا نطرحه اكيد حسب الاعداد. حسب الاعداد تتواصلوا بطريقه 100%. اهون الاولويه للطلاب وموظفي الجامعه بكل كلياتها من دون استثناء وبطريقه مجانيه. صحيح، بطريقه مجانيه. سو بهدول الوركشوبس نحن بنعرف انه تلاميذنا عم يقعدوا وقت كثير طويل ورا الشاشه من وراء الأونلاين 6-7-8 ساعات، وهيدا الشيء معقول يأثر. مش عبء زيادة أن يكون ورشة العمل؟ لا، لأنه بينعملوا يا بوقت من بعد صفوفهم منعطيهم ساعة ساعتين بريك، يعني نحن الأوقات درسينا أنه ما يكونوا عن كونفلي. والطريقة
مش محاضرة أكيد interaction يعني كله مش إملاء لا أكيد لا بالعكس نحن كله interaction وهن تفاعلية يقدروا يتفاعلوا وهن يقدروا يعبروا عن حالهم بطريقة حرة هن يحسوا أنه هون منبر لإلهم يكونوا حرين للطالب ليطلع صح. شو عنده صح. وحدا مختص يسمع له ويوجهه 100% منروح على تالت workshop كمان لنكون غطينا كل أوكي. الميادين ومنرجع نفوت بأسئلة أوكي. عامة هون الذهنية هون الإيموشنال يعني العاطفة والسايكولوجيكال النفسانة نحن التام الكبير هو how to be mentally stronger, happier and resilient يعني نحن كيف نكون أقوى سعادة أكتر وعنا مرونة أكتر ونحن التامات اللي عم تتداول بهيدا الوركشوب هو مثل ما شايفين على الشاشة ستريس إذا هو شيء منيح ولا شيء مش منيح هني كيف يقدروا يتأقلموا بانفيرونمان جديد بيئة يعني جديدة ببيئة جديدة فرضت علينا نتيجة كورونا هيدا مثل في كتير يمكن بيئة الاقتصادية كمان اللي فرضت علينا وحدت من قصص كتير كمان كان الطلاب يعملوها من نشاطات وغيرها يعني نحن الجول من وراء أو الأوبجكتيف تبع هيدا الوركشوب أو هيدا السكيل هو إنه يقوي مرونتهم يكون عندهم توعية يكونوا هن عم بيعبروا عن حالهم يتأقلموا بالمجتمع اللي هن عايشين فيه وأكيد نحن من خلال هالوركشوبس إذا لاحظنا إنه في تلميذ عنده حاجة أكتر من غيره في كونسلينج سيرفيس موجود يستقبل الطلاب يحكي معهم برايفتلي one to one ويساعدهم على السعادة النفسانية وأكيد بيكون بطريقة ديسكريت أو أكيد سرية هو أو السرية المهنية بالبسيكولوجي هي أهم شيء فأكيد كل شيء بطريقة سرية إذا فينا نقوله بينه وبين البسيكولوج وهذا الشيء بيساعد و... أكيد هون خليني أكيد. أدخل من هيدا الباب لأقول هل في متابعة غير قصة ورش العمل أكيد بإطار إذا تمت ملاحظة على أي طالب أنه عنده أي أكيد. مشكلة يمكن أكيد. بحياته الشخصية أثرت على حياته الجامعية تعالج أكيد. ويتم التدخل من دون طلب المساعدة يعني كان طالب يستحي يطلب مساعدة أو مش عارف أنه عنده هي إذا بدك مش استحى بعدها شوية تابو أنه الشخص يجي يطلب عيب. مساعدة نفسية وهيدا الشيء نحن اللي عم نجرب بها الورش العالم عمل سوري نكسره يعني نحسسهم أنه فيكن تحكوا ما تعطلوا هم تحكوا فأكيد نحن كل الأساتذة العمدة الدايركتورز بيعرفوا أنه هالسيرفيسات موجودة بحال لاحظوا انه اي حدا من تلاميذهم عنده مزبوط عنده طريقه شاكين فيها او حاسينه متضايق بيقدروا يتواصلوا معنا ونحن بنتواصل مع الستودنت كرمال نشوف اذا هو حابب انه يكون عنده متابعه نفسيه مش الكل يمكن يقبل لان مثل ما قلت لك بعده بالاجبار يمكن اكيد لا لانه اذا جبرناهم ما رح يحكوا وهن اذا ما حسوا حالهم بدهم يتحسنوا ما لح يتحسن إذا كنا جابرينهم يجوا على هيدا السيرفيس فأكيد نحن منعطيهم الحرية الكاملة إنه هن يعبروا عن حالهم مثل ما هن بيحبوا وين ما هن بيحبوا بعد في يمكن عنا صورة من الورشوب مزبوط هيدا الـ How to Adapt to a Changing Environment كمان كان من إطار الـ Emotional اللي عم بيصير صح هلأ هو في كمان واحد أو ورشوب رابع نحن ماشيين فيه كمان هو الـ Art والارت الفنون. او الفنون والفنون هو سكيل زبناه هيدا السنه لان شفنا في اقبال كتير كبير عند الطلاب من اي ميادين كلها نعم يعني نحن عندنا 8 ميادين ايموشنال فيزيكال سبيريتشوال اكاديميك سوشيال اوكيبيشنال انفايرمنتال و ارتستيك لا ولا لا وفاينانشال اوكي فزدنا هيدا السنة عليه الارت طيب صاروا 9 مزبوط لا نحن ليه زدنا الارت زدنا الارت كرمال الطالب ما فينا نقول الفنون تجمل كلهم هن يعني كلهم بيجملوا بعض كلهم بيكملوا بعض ما في شيء بيمشي لحاله كلهم بيكملوا بعض بس يمكن ستودنت يلاقي انه هو بحاجة لسبار او لمساعدة فيزيكال أكثر من ما هو حاجة لمساعدة فاينانشال لهيك نحن منعطيهم كذا دومين هن ينقوا حسب حاجتهم وهن وين حابين يتطوروا أكثر ويساعدوا حالهم أكثر لهن يصيروا مرتاحين نفسيا again لأنه it translates أو بتترجم بطريقة إيجابية على حياتهم
طب بالفنون كيف بالفنون يعني الواحد بيستعمل هيدا الميدان ليتأقلم مع التغيرات اللي صايرة بحياته؟ الرسم، غناء، موسيقى، كيف؟ نحن الأول شي الفنون حبينا ندخله كرمال نحن الستودنت أو التلميذ اللي عنده صعوبة يعبر عن حاله بالحكي يعبر عن حاله بالفن، يمكن هو بيرتاح أكتر يعبر عن حاله بالفن. اللي لح يصير بهول الوركشوبس لح يكون في فنانين من كذا دومين بالفن، يمكن سلابيتيز يعني ولا مش ضروري؟ لا مش ضروري اكسبرتس بالفن. في عالم لح يجوا يمكن من عالم الموسيقى، من عالم الرقص، من عالم التمثيل، من عالم الثيرابي بالفنون، العلاج بالفن. يعني صح، يعني نحن جايبين من كذا دومين كرمال هن يخبروا التلميذ عن خبرتهم بالفن، عن هن كيف بيعبروا عن حالهم بالفن، ليساعدوا هالتلميذ يعبر عن حاله بطريقة بحرية عن أفكاره. يعني هن بيعرفون عن طريقة جديدة يعبروا عن حالهم. أكيد يعني هن بآخر هالسيشنز معقول يصلوا لمحل يكتشفوا شي فيهم أو تالنت فيهم ما كانوا عارفين فيها. ممكن يكون يروحوا عليه كمهنة، يصير مهنة الأكاديمية، يعني الجهة الأكاديمية. صحيح. طيب أي متى رح يتم؟ يعني أكيد بلشتوا صح في قدام امتد هيدي الدورات لسنة كاملة. نحن في تام اللي شفناهن هلأ على السكرين، تام لكل سكيل أو لكل نوع من الوركشوبس، وتحت هيدا التام في ورش عمل ماشيين لكل السنة كرمال نحن نجرب نساعد طلابنا قد ما فينا على هيدا السكيل، يعني نقدم له قد ما فينا انفورميشن وقد ما فينا مساعدة. في ورش عمل أو في مثلا الإيموشنال كل جمعة في وركشوب، الارتستيك رح يكون كل ثلاث جماع، السبيريتشوال كل ثلاث جماع، يكون فيهم يعني اخذوا عطا مثل ما بيقول بروجيات ينعطوا يرجعوا لسيشن تاني يقدموا شو عملوا ولا هلا كيف. في اشياء بتكون تكميليه بس نحن لازم اكيد ندور على فكره انه مزبوط السيشن بتكون ساعه او نص ساعه، بس هيدا ما بيعني انه التلميذ 100% ما بيقدر يرجع يتواصل مع هالمختص او مع هالسيرفيس اللي نحن مقدمين له اياه بالجامعه تيساعد حاله اكثر. يعني نحن قديه فينا نساعد الطلاب يكونوا مرتاحين نفسيا وعم بيعززوا صحتهم النفسية نحن جاهزين. نحن إذا مش بالوركشوب في مكاتب جاهزة من التنين للسبت من الساعة 8 للساعة 4 مش يعني والسبت. مثل كل الدوائر الرسمية للجمعة، لا لا نحن نفتح السبت كمان. نحن جاهزين نستقبل الطلاب ساعة البدن ويحكوا معنا عن أي موضوع هو بيزعجهم وعملهم عبء نفسي، لانه اجن العبء النفسي او النيجاتيفيتي اللي بتكون عندهم اياها بتاثر كثير اكثر من ما هن بيتصوروا. قد ايه حسيتوا بس بلشتوا؟ قلتي لي انه 3 سنين. صحيح. خلقت الفكره. صح. من 3 سنين اكيد طورتوها من 3 سنين. مزبوط. لليوم اكيد. والنتيجه اللي عم نشوفه اليوم وزدتوا الفنون مثل ما عم بتقولي لي. قد ايه التجربه شجعتكم انه تكفوا؟ قد ايه في اقبال وتشجيع من الطلاب نفسهم؟ مزبوط. اخذتوا فيدباكس ام ردود فعل باطار يمكن اوقات يكون في ملاحظات ما تكون إيجابية، صلحته أم طورته منهج العمل من خلاله؟ أكيد. نحن مثل ما حضرتك قلت بلشنا من 3 سنين، بلشنا بورش عمل يمكن كل شهرين بجانب المكاتب الموجودة، بلشنا نفوت ورش عمل لأن كان موضوع جديد للطلاب. منتل هيلث أو الصحة النفسية منه شيء الطالب كتير aware of، منه شيء كتير واعي بيرتاح على حقوقه و... صح، وبيرتاح يحكي فيه. فنحن بلشنا شوي شوي نعمل لهم انتجراسيون لما يحسوا انه فجأة هبط عليهم شيء خاصه منتل هيلث. وهذا الشيء تكلل من سنتين بجمعة للصحة النفسية، نعمل أكثر من 20 وركشوب بطريقة مكثفة على هالأصعدة المختلفة، وكنا أول جامعة بلبنان بتضوي على الصحة النفسية بهالطريقة. فهيدا الشيء كتير شجع الطلاب، أول شيء حسوا انه في حدا عم يسمع، حسوا انه مش غلط انا عبر عن حالي، واستوعبوا انه كل شيء بجواتهم بيأثر على الخارج وهن مش رقم 100%. يعني هن مش بس طلاب، يعني I think لحديت هلأ صاروا يعرفوا طلاب الجامعة الأنطونية انه هن منهم بس طلاب، هن بيعرفوا انه نحن حدهم بكل شيء. هيدا العلاقة التشاركية كتير في يعني علاقة كتير على الهرم لكل المسؤولين. حضرتك ألمناي جامعة أنطونية وبتعرفي قدي نحن منهتم بطلابنا، بشهد على التعامل الحلو يعني، وقدي نحن موجودين عن جد لنساعدهم قد ما فينا. فهيدا الويلنس ويك قد ما شفنا في إقبال كبير وكانت open
للبوبليك، وشفنا قديه العالم بلبنان بحاجة لهيدا السبور، قديه بحاجة يكون في حدا عم يسمع لهم ويخليهم يتطوروا. ومن صالح جامعي موثوق يعني، أكيد مش عم بيكون أكيد يعني مش التعاطي مسؤول، أكيد مش بطريقة أكيد عشوائية، مدروسة أكاديمياً علمياً اختصاص، كل واحد باختصاصه، ما في تعدي على ولا أبداً أي ميدان أبداً يعني. مزبوط. فهيدا الشيء شجعنا انه نحن هالسنه مع كل هالتغيرات اللي عم نمرق فيهم، مع كل هالستريس الطالب عم يمرق فيه، مع كل هالازمات اللي عم نمرق فيها، وزياده اجت الكورونا، حسينا نحن بدنا نمد على سنه كامله، بدنا نكون حد تلاميذنا قد ما بنقدر ونحسسهم انه كل شيء رح يكون منيح باخر النهار. كل شيء نحن عم نمرق فيه لازم نرجع نطلع ونقول كل شيء رح يكون منيح. السنة الجاي رح نطلع بنتيجة أفضل من يلي مرقنا فيها. وأصلاً I think هن بلشوا يشوفوا هيدا التغيرات. هلا بدي أقلك بلشتوا تحصلوا نتيجة. أكيد. هلا أول شيء أكيد نحن بنطلب فيدباك من التلاميذ. عم بيكون في فيدباك كتير حلو، والتلاميذ ما عم ينحدوا على السيشنز، عم يطلعوا أكتر من هيك وعم يجوا على المكاتب ويتعرفوا على الأشخاص ويطلبوا مساعدة، وعم بيصيروا open أكتر، منفتحين أكتر أنه هن يحكوا أنه عايزين مساعدة بهيدا الشيء، وعايزين أنه هن يكونوا مرتاحين أكتر، أو عم بيواجهوا صعوبة بمحل معين. وأكيد نحن عم نشوف العدد قدي عم يعلى. هيدا بدي أقلك يعني أكيد العدد يعني الحمد لله تصاعدي، أكيد عم بيضل يعلى. وحتى عم نلاحظ أنه في تلاميذ عم تحضر كل workshop يعني على كل الميادين. نعم يعني قدي عم بيكونوا مبسوطين ومحمسين وحابين عن جد يساعدوا حالهم، لأنه عرفوا أنه it's a two-way thing من ميلتين، مثل ما نحن بدنا نساعدهم هن بدهم يساعدوا حالهم. فنحن بكل هالوركشوبس منعطيهم تكنيكس هن أو طرق هن بيقدروا يطبقوها ليساعدوا حالهم ليكونوا هن مرتاحين نفسيا. ياخدوا شهادة من هي نعم في وركشوبس بيطلع على شهادات يعني بتفيدهم بمسيرتهم أكيد حسب أكيد اختصاصاتهم كمان. مزبوط. لا في وركشوبس منعطيهم شهادات بالآخر. إن شاء الله نكون ضوينا على كل اللي حابين توصلوا، ومن خلال منبرنا نكون وصل لأكبر عدد إن شاء الله من الطلاب اللي كانوا يمكن مترددين يكونوا تشجعوا هلا عرفوا كل التفاصيل، لأنه دايما وقت ينشرح بإيميل أم برسالة أم بدعوة غير ما تكوني عم تشرحي هالقد بالتفاصيل. صح. إذا بدي أترك لك هيك آخر كم دقيقة من حديثنا شي ما ضوينا عليه حبي كمان توصلي من خلالنا. أوكي. هلأ أنا اللي بدي كمان أوصله لستودنتس إنه السكيلز البقوة اللي حكينا عنها مثل financial, occupational, academic نحن كمان في ورش عمل عم تمشي فيهم، في مكاتب جاهزة لتستقبلهم، كان بالفاينانشال في المكتب الشؤون الاجتماعية موجود يسمعهم. صح موجود يسمعون ويسمع مشاكلهم المادية للآخر ونساعدهم للآخر. نحن كمان بالجامعة الأنطونية ما منقبل نعرف إنه في تلميذ كان المصاري عائق لدراسته، نحن موجودين خاصة بهالوضع، يعني نحن موجودين لنساعدهم قد ما فينا وأكبر عدد ممكن أكيد على قد قدراتنا بالأوكيبيشنال أو بالعمل في السنتر فور كارير ديفلوبمنت موجود ليساعدهم يعني تطوير القدرات المهنية. مزبوط. موجود ليساعدهم أنه هن ياخدوا كل شيء تكنيكس عايزينا ليطبقوها بالعمل وبحياتهم العملية. بالأكاديمي أكيد غير المناهج المتطورة اللي نحن عم نقدم لهم إياها، في الـ Student Academic Success Service الموجود يساعدهم على كل شيء لغوي هن معقول to face it، السوشيال أو الاجتماعي يعني باللغة بتقدروا تساعدون لتخطي كل الصعوبات اللي عم بواجهوها يعني بقدروا يواكبوا كل التطور على. صح يعني وهون عم نحكي إنجليزي فرنسي. مزبوط. نحن بنساعدهم إنجليزي فرنسي. صح يعني مثلا إذا عنده بروجي بده يقدمه نحن مستعدين نقعد معه نضويله على الأخطاء اللي عم يعملها كرمال هو يقدم شيء أحسن وهو يكون مبسوط باللي عم بيقدمه. إجان هيدا كله بيأثر على النفس. على الجامعة كمان. صح يعني أكيد طلع حدا ناجح 100% وعنده كل المؤهلات المهنية ترجع هي بيرسال أمور يعني. صح. وعلى الصعيد الاجتماعي نحن في برنامج التطوع عنا بالجامعة لنساعدهم هن يتعرفوا على الحياة الجامعة برات الجامعة لأن هن بيعملوا تطوع عنا بالجامعة، كمان هن يقووا
كوميونيكيشن سكيلز تبعهم، تواصل صح تواصل، يتعلموا كيف يشتغلوا بإكيب مع رفقاتهم، يتعلموا انه في كذا وجهة نظر، ما فينا دغري نعصب، لازم نفهم غيرنا قبل ما نحكي اتسترا. وكمان رح يكون في مع الصليب الاحمر اللبناني شهر الجاي ويبينار كيف بيستجيبوا للكوارث الوطنيه، يعني كيف صار عم نعيشها، يعني عشناها بأربعة آب إن شاء الله ما بنرجع نعيشها، بس هن بحاجة ليعرفوا في الكوارث الصحية يعني أكيد كمان اللي أكيد مثل كورونا وغيرها مزبوط، فتهن يعرفوا كيف يتعاطوا مع كل هالأمور. فبالآخر بدي أقول لهم لتلاميذنا أنه نحن هون، نحن موجودين شو ما عايزوا، نحن هون لنساعدهم يكونوا مرتاحين نفسيا. بدي ارجع ضوي لهم على أهمية الرياحة النفسية وتعزيز الصحة النفسية، لأنه وقت أنتوا تعززوا صحتكم النفسية رح تشوفوا الحياة بطريقة تانية، رح تصيروا إيجابية، رح تشوفوا كل شيء بطريقة منيحة، وأنتوا رح تصيروا تنبسطوا أنه عم نشتغل على حالنا، عم نقدر نعمل شيء منيح، عم نتطور. هن اللي حيلاحظوا على حالهم هيدا التطور. مثل ما كمان جوسلين كانت إيجابية وهالقد سلسة بإيصال الأفكار فيكن تكونوا من خلال أكيد هيدا البواب الكتير مفتوحة بالجامعة، وهذا الشيء كتير حلو. تتواصلوا، أهم شيء التواصل يكون هالقد بحرية وباهتمام، يعني الاهتمام أساس. أكيد، وأكيد هن صاروا يعرفوا أنه مكتب الشؤون التنمية البشرية المتكاملة اللي موجود دايماً ليسمعون، كان أنا، كان بارجان، كان بكل الفروعة، هلأ في مكاتب موجودة بالفروع، يعني في تواصل بالمناطق لأنه عم نحكي نحن في وفيهم الفروع مزبوط، وفيهم الفروع يتواصلوا معنا، يعني نحن فاتحين هيدا الشيء أكيد. بالنهاية نحن هون لكل تلاميذ الجامعة الأنطونية وين ما كانوا. يعطيكم ألف عافية، ما فيكم غير هيك شدة مجروحة أصلاً مرسي. فيكم بتجربة ترفع لألكم القبعة، يعطيكم ألف عافية بكل هالظروف، ليس فقط بناء الجانب العلمي والمهني للطالب، كمان الجانب النفسي كتير مهم ليقدروا يكملوا بعضهم، نوصل لهيك ناس أصحاء من كل النواحي يقدروا ينجوا، وهن اللي بيكونوا المجتمع بنهاية المطاف. شكرا لأليك ولا الجامعة بشكل أكبر بير جلخ كمان أكيد. وكل القيمين. جوسلين صعب منسقة مكتب شؤون التنمية البشرية المتكاملة بالجامعة الأنطونية، أهلا وسهلا فيك. مرسي نتالي، وأنا باسم المكتب وباسم الجامعة حب أشكرك وأشكر الـ OTV على تضويتكم لهذا الموضوع وعلى تضويتكم لأهمية هذا الموضوع. Thank you again. شكرا لك مرة جزيلة لكم مشاهدينا، أيضا جزيل الشكر. برجع بلاقيكم بنشرة أخبار 8 إلى ربع، فإلى اللقاء.